السلام عليكم اخوان، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله بخير، وياكم محمد. وقبل ما نبدا فيديو اليوم، اي ام فيري سوري انه ما نزلت شيء بالاسبوعين اعتقد او ثلاثه اللي راحوا، اي ام نوت شور اذا اثنين او ثلاثه. بس المهم اخوان، لم انزل لسببان. السبب الاول لقد كان لدي امتحان، والسبب الثاني لقد كنت مريضا. يب اي ام سوري اجين يا شبابنا الحلوين. اند وي ويل نكمل بلعبة انسايت. اذا شفت الفيديو الاول خلي لك انا، او شوف الفيديو اني حتى خلي لك البلاي ليست. ف ذا لاست تايم وي وقفنا هنا ماذا المصنع اللي ما ادري شنو فيلمه، اند وي ويل نكمل. اها نزلنا ماي. اوكي كانت متروسه ماي. اول شيء اوكي، ذكو باب على اليمنى، ذكو باب على اليمنى، بس اكو هم طريق على اليسار، اكو هاي هنا. اوكي الباب ينسد لمن هذي؟ الباب ينسد. زين ثواني ناخذ نفر والله على اليسار نشوف what is here and we نكمل. اوكي there's طريق، افتح حبي. لقد عدنا من حيث بدأنا. اوكي بعد اي ثينك انه الطريق اللي هو من هذاك الباب، بس المشكله هذاك الباب لما يصير المي كلش عالي ينسد، فاي ثينك انه لازم نسوي حركه. شوف راح اخلي المي يصعد، يعني شوي يصعد انه منها يرجع شلون. والله لازم ادوس الدقمه واحاول سريع اروح هنا. تمام يعني هذا يصعد المي، يعني راح اظل هنا. تمام ننزل 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 رجع ندوس ندوس دوس دوس دوس. اوكي راح تفشل راح تفشل. اوه نايس، هو هذا المطلوب. بس اكو زنجير، طبعا الزنجير مو راحه، ما معقوله راح يظل هيك مكانه. فا وي ويل سي يعني شكو هنا. اوكي اي ثينك انه اعرف هسه ايش اسوي. هاي اعتقد نخليها تحت الزنجيل حتى نخلي الماي يصعد مرة ثانية، ونصعد عليها ونصعد على الزنجيل، لان يعني ماكو غير طريق. و this is the only explanation that I can يعني احكي لكم اياه، او بالاحرى يعني انه هذا هو الطريق الوحيد او الشرح الوحيد لهذه السالفة. شفتوا هيج بس يكون نوصل ايزي ايزي. نايس اكو واحد قاعد يمشي فوق ان شاء الله ما يشوف. اوه قطار. شوفوا علي اللعبة لحد هسه ان شاء الله تمام مفتهم بيها. الشغلة الأولى انه هذول شلون يتحكمون بيهم، يعني إذا انتبهتوا. اوكي هين ان شاء الله تعبانة، خليني أكمل كلام. أنا الشغلة هذول ما نعرف شلون يتحكمون بيهم، لأن حسب ما أعرف أني إذا يتحكم بواحد لازم يكون بيه الدودة. إذا تتذكرون الدودة اللي بالديمو، الدودة اللي بديمه هي اللي يعني تكون محشوكة بواحد، وهي اللي تخليه يتحكم بيه. فهذول شلون قاعدين يتحكم بيهم ما اعرف. اوه هاي والله راح ترجع لي طبعا. اوكي اها لازم اضل تحت هاي. اوكي ف just like what I said يا شباب، I have no idea شلون هذول قاعدين يتحكمون بيهم، because they don't have a دودة، and without the دودة it's يعني a little bit difficult. ان شاء الله الحمد لله. اوكي هسه لازم تضبط، راح انزلها شويه بعد للامان. بس لازم تضبط. شفتوا هذول ما بيهم شيء، يعني لا بيهم دوده تستخ ما ادري منو تتحكم بيهم، لا دنيا لا امه. ما اعرف شلون. هولي شيت، وصلنا ساعه واقفين شو ما جيتي. على حظي. وهذولا يتحكمون بيهم بس اذا يلبسون هذيك الشغله براسهم، يعني هسه لما تحكمت بيهم اذا شفتوا بالحلقه راحت ما اقدر اتحكم بيهم بدون شيء. اذا ما احط البس بهذيك المدري شنو مثل اوكي هم هذيك مثل قبع او شغله احطها على راسي حتى اقدر استخدمها. آه ان شاء الله بس اكون افتحها على السريع الان. علس كمومين كمومين نايس ايزي. اوكي على اليسار ماكو طريق، فا وي ونكمل ان شاء الله ما تنكسر بيا.
اوه شيت، اوكي على بالي وقع صفري. نايس. شطنا ان شاء الله. ما اوكي I have no idea. اوكي نسينا اخوان، ما قاعد اعرف على شنو مشي هالمعمل. معمل وعالم كامل، شو معمل وبقطارات وامه وعالمين على صار ما بشي مبين عليه يا ظلام. فنكمل على اليمنى. And just I said يا شباب، ما اعرف شنو هالمعمل. اوه ان شاء الله ماكو احد. توكل كلاب. لا 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 بربك بربك يا اخي، الكلاب باين شالتهم كلش تعبان. الكلاب سريعين بشكل مو طبيعي. الكلاب يا اخي اوه ماي جاد. استلم. اوه ماي جاد بربك، هذا ستشون هوني ان شاء الله ما يجيني. اول شيء لا 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 راح ننعس طبعا. هو ما يسبح. اول شيء يسبح. اوكي ثواني اخوان راح ارجع شوي لي ورا. نرجع نغطس. اخو ما تغطس. والله يغطس ما ادري شنو من كلب هذا. نرجع نسوي له نقارف بيل اهرب. تمام ان شاء الله ما يصل. ان شاء الله ما يصل. ان شاء الله ما يصل. هولي شيت. اوكي اوكي الحمد لله الحمد لله. نايس 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 نايس. هولي شيت ثلاثة جوي. اصحى 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 اصحى. اوه نشوف هنا الفجعة. اوكي اوكي خلينا نرجع 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 نرجع. شوف راح نراوح هنا ونرجع هناك. اوه شو ده على يدين شيت. اوكي ما راح اعبر على الجهة الثانية اذا ما يجون. نايس. بما انهم راح يرجعون دفضها دفضها مو راح تنعلس فضها. حلوه اعتقد ظلت واحده اخيره. يلا يلا رجع رجع رجع. نصعد الثالث وين؟ اوه اللي شفت. كومين 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 يا اخي دفضها. روح 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 ان شاء الله ما يجوني. اوه الحمد لله عبالي بالله يفوتون. حتى من هذيك عبالي يفوتون. شت يا اخي شت شت شت. اخوان اي ام سوري اذا الاضاءه شويه تعبانه اعرف بهالشيء والله العظيم. بس تحملوني هذا الفيديو اخوان تحملوني بليز. ف وي ويل جو اندر اند وي ويل سي هاو اتس جوينج تو هابن او وات از جوينج تو. ان شاء الله ما توقع بيا. نايس. Oh my god. Oh my god, هذا زنق. اوه جتي غواصة. Oh my god. اوكي راح نستخدم غواصة. نايس خليك ورا. ان شاء الله ما يشوفني. طبعا ما حد عنده ملامح. لا عندهم لا وجه، يعني ما وجه انما بمقصد انه لا عيون لا خشم لا دنيا لا امه. اي شيء هو اي شيء ينزل. لك فوت يرحم اهلك. اي صفوان خلنا شو اسمه هنا ماكو طريق وعليه لازم ننزل تحت. نايس بس شنو فائدتها للغواصة؟ I have no idea صراحة. بس we will go under and see. اوكي هذا الباب. نايس والله غواصة خلف شعري اخوان فتحت الباب من تحت. اوكي بالعكس يصير الضربة كلش قوية. ما قاعد اعرف هذا شنو مشي. هو احنا وين؟ ما اعرف. بنص المحيط لو بطن مصنع. شو هاي كلها بطن مصنع. الام العربية هاي كلها بطن مصنع. يعني تصور هذا الماي وين؟ شك يا اخي انت تخيل بس كبر المصنع يلي بيه كل هذا الماي. او ماي جاد. اوكي بما انه هذه هيك شيء ف نايس 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 very beautiful. الى حد هسه الامور كلش هادئه.
اوكي هذا الباب نعمله، تتكسر عادي صار فتحة تعبانة. يب. So what is going to happen؟ هاي معقولة هاي من تنكسر؟ هاي ما تنكسر والله قوية يا اخوان. اوكي ان شاء الله الباب هذا ما ينفتح هيك. راح احاول انزل، خايفين انه هي هاي ما تنفتح، يعني معناتها انه راح نترك الغواصة هنا. نايس والله، صح 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 صح. This is very صح. And this is very beautiful، ما دام صح. بس I have no idea ايش قد انه راح نبقى نمشي او نسبح، بمعنى نسبح حتى نوصل. معقول انه هذا خلص ما نحتاجها؟ نايس والله. اوه شوف الفيران شنو مشي هذول. معقول الفيران يعيشون في المي؟ شو الكذب؟ ولا هم يعيشون يعني يم الرطوبة والسوالف هاي؟ هاب نو ايديا. اوكي اكو دقمة، اعتقد هاي دقمة الباب. الله يستر بس، الله يستر. I see nothing. اوه شيت. ها 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 اوكي الحمد لله وشكرا. شوية لا 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 راح نلعبس. اوه بالماء، انزل 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 انزل. اوكي ثلاثتهم نايس. طلع لي فوق لا تفطس. زين ثواني، بما انه انفتح الباب معقولة انه اروح؟ حياتنا دي صراحة راح نشوف نشوف اخوان نشوف شوف شنو الفيلم. بما انه هاي انفتحت، هل معقولة انه نكمل طريقنا ولا غواصة لها دور او شي؟ لا اي ثينك انه خلصنا من الغواصة. اوه ماي جاد اخوان، يا اخي شال المعمل شو صايرة بيه غابة. اوه ماي جاد، هاي شنو بالله. شنو بس لا قنبلة وانا واقف عليها. في هاي طريق النار. لا ما شفت اذا اكو طريق على اليمين. صراحة ما اعتقد، لانه اكو طريق صراحة ما راح يخلونا هاي. فا اي ويل سي انه اوكي اي ويل اكمل، سوف اقبى شنو ابقى اكمل في طريقي. وهذه الها انه اوكي بالله عبالي ذاك واحد طلع الظل مالي شوية. اصعد لي فوق كمان مين. اوكي الحمد لله شكرا. بليز لا حد يجي يدابل علي. كل هالفرة على مود هذا الباب. اوكي هسه شلون بالله زين راح نفوت؟ هسه شلون راح نفوت؟ اغطس حبي اغطس. خرب يوم، هاي شنو والله خوفتني. شفتوا اللي شفته صح؟ شفتوا اللي شفته. اوكي هاي اعتقد لازم يب 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 هيك لازم نطيرها. نايس. اوكي نكمل على اليمين. هاي ما قاعد اعرف شي. هاي طبعا شالتها مو هينه، مبين عليها شالتها كلش تعبانه. اوكي من فوق ماكو طريق، من تحت على اليمين طبعا اكو طريق. هاي هاي هاي. اوكي من الجهة الثانية من الجهة الثانية طبعا اكو طريق، يعني واحد من اليمين واحد من هان من هان شو يعني من هنا. كمان مين. اوكي يلا نديلها ضربة اقوى. كمان مين. اوكي والله ندفع شوية. نايس. بس الطريق على اليمين شنو في الماء؟ الطريق اليمين شنو في الماء؟ يعني ما معقول، متأكد ينفتح، متأكد مليار بالمية ينفتح. لا تقول لي هاي رجعتني كلها على البلاش بربك. وات What
هاي شنو اللي قنبله. اوكي هذه صراحة ما توقعتها. اوكي هذا نتحكم به الحلو. هذا العينتين اي ثينك انه اخليه هو يتحكم. لا تعال انزل. انا اعتقد انزل بس هو لازم يتحكم. بس بشنو لازم يتحكم ما قاعد اعرف. هل اكو دقمة على اليمين شي؟ اوكي صراحة يا اخوان اي ام فيري سوري بس اي ما خطرت على دماغي شلون. فشوية غشينا، انتم غلسوا على الغش ان شاء الله ما يوقع. هذا شوفوا الحركة لازم نسويها هو كالاتي. هذا نوقف شوية يكون تحت الهاي، حلو. بعدين ندوس اكس، حلو. هسا هذا ما راح نقدر نتحكم بيه بعد، شو نسوي؟ نجي احنا على هاي بحيث نتحكم. نتحكم شنو يعني؟ احنا لما نصير بهاي نقدر نتحكم بيه اللي هو منه، نقدر نتحكم بالثاني. ان شاء الله افتهمتوا، بس هسه تفهمون القصد. يعني هذا انا هسه خليت نفسي اني راح اقدر اتحكم بالثاني اللي بيه علي على راسه، ومن هذاك اقدر اتحكم بذاك اللي قاعد يمشي. وهاي القنبله اللي ما ادري شنو فيلمها. اوكي صراحه ما اعرف شنو فائدتها هاي، بس طفت الكهرباء. فا اي ثينك انه لازم نرجع لذاك الباب اخوان، انه هاي السالفه بس على مود اعتقد اتشيفمنت هسه اجاني. فا اوكي هذا هو الباب المنشود. اوه اوكي اكو دقمه تحت، بس صراحة ما اعرف اذا راح استفاد منها. ثواني خلينا نشوف والله. اوكي اكو طريقة هنا، اش معنى الدومة؟ اوكي زين ثواني والله ثواني، هذا ينراد ينفتح الباب. خلي ارجع والله ادوس الدومة هاي، خليها هنا يعني متأكد ان هاي مكانها هنا لازم. يب اقدر ارجع لها، اقدر ارجع لها، بس هذا خليه يطلع لي فوق لا يفطس. سريع بس ارحم جدك لا تموت. نايس 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 نايس. اوكي 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 على كيفك على كيفك على كيفك. نايس نزل منسوب الماء حتى يفتح الباب. اوكي بس شلون نرجع احنا؟ ايزي 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 اي ثينك. يب قلت لكم حتى يفتح الباب. نايس بس خطرت على بالي بعد ما نزلت لهذا. فوت يا حبيبي فوت يا معود. اوكي نفس الحركة هسه لازم بالاكس. كمان مان الأولى لم تضبط معنا، الثانية لازم. يب نايس 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 نايس. اوكي هذا الباب الثالث. يب لا بس جتي هاي ام كفشة زين. هاي وياي عليا. اوكي شيل الضوء عنها بالله. اوكي اوكي شكلها اخوان ما يبشر بالخير. هو عليه اوكي اوكي اوكي, أوكي. هاي مبين اخوان ناوية شر علي، ف لازم نظل يعني ما معقول هاي راح نظل كل شوية نرجع الضوء عليها. اي سي يو مذر فذر رجع ليش جوال كفشة هاي بحياتك ما مشطة يا اخي. ومن اوكي هذا الباب ينسد، هذا الباب ينسد. حلوة اي ثينك ما تقدر تجي اي ثينك. مزين لاحظت الباب لحط الخشبة هاي، مزين لاحظت للخشبة. اوكي زين هاي انحبست تحت ان شاء الله ما نشوفها بعد. هاي الباب من فوق وهذا لازم يكسر اي ثينك. يلا يعني اوه هاي لو طبعا لو دخلتها وسويت هاي الحركة وطفى الضوء عشان طاح حظي. نايس لان من سويتها طفى الضوء وهاي عضو اقدر ابعدها عني. ف نايس فيري بيوتيفول فيري بيوتيفول اي ثينك اخوان هنا وي ويل
نخلص من الش اسمه من الغواصر، يعني ما اقدر يعني ما اقدر انما ما راح نقدر نستخدمها. نايس صراحة الاخوان راح انهي هنا، فالحلقة الاتية ان شاء الله سوف نكمل. هذا كان كل شيء عندي اخوان المقطع، ان شاء الله تونستوا وعجبكم الفيديو. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات، اكتبوا لي رايكم، اهم شيء اكتبوا لي رايكم بالفيديو، اطرحوا لي اخوان العاب تحبون تشوفوها على القناة. هذا كان كل شيء عندي اخوان، اي ام سوري مرة ثانية انه تأخرت اسبوعين او اكثر حتى انزل هذا الفيديو. هذا كان كل شيء عندي، الله معكم، سلام.